مقدمات مما تقول هذا الشعب اليمني بمناسبة أعياد 14 أكتوبر، وتقول كل ما يمن تقول هذا السادة وكل كرمان بمناسبة حصولها على جائزة نوبل للسلام. أولا بالنسبة ل 14 أكتوبر، أعتقد أن هذه ذكرى تذكرنا إرادة الشعوب، أن الشعوب إذا أرادت انتصرت، وبالتالي كما انتصرت في 14 أكتوبر كما انتصرت في 26 سبتمبر لا شك ولا ريب لدينا الناس تنتصر في دورتنا الحالية، وبالتالي هي ذكرى إرادة شعب. عندما نتذكر هذه الإرادة نتذكر أننا كشعب عندما نريد أن نسقط هذا النظام سنسقطه لا محال. هذه الرسالة الأولى. بالنسبة لرسالة توفيق الكرمان، أعتقد كما قلت سابقا أن توفيق الكرمان استطاعت أن تقرن اليمن باسم السلام، كما استطاع على طرف صالح للأسف الشديد أن يقرن اليمن باسم الإرهاب. أعتقد أن على العالم أن يقتنع، وبات على العالم أن يقتنع أن إذا أراد السلام الشعب هو السلام، وإذا أراد الإرهاب فعلى طرف صالح هو الإرهاب. السلام عليكم ورحمة الله. شكرا.